سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم بغيت نعمل لكم واحد الرجيمه اللي يمكن تعملوها ان شاء الله في الجلابات، في قفاطين، في ما بغيتو. هذه الرجيمه هذه كنت شفتها في واحد الموقع وعجبني بزاف. هذه الرجيمه هي هذه، يمكن تعملوا جوج صفوفات، ثلاثه صفوفات، شحال ما بغيتو. غنجيو للتطبيق ديالها ان شاء الله. غنبداو غنحتاجو في هذه الرشمه هذه نعملو خط مستقيم باش الرشمه ديالنا تمشي مزيانه، وغنحتاجو نوع ديال الجوهر المهرس هذا الطويل. اما الجوده ديالو يعني كتختلف من ثمن لثمن، وكتبقى طبعا على حسب التكلفه اللي بغيتو الجلابه او القفطان ينقم عليكم. نعمل هي باش نعرف انا الخط ديالي ماشي مزيان. انا نعمل لكم واحد الطريقه، ها هي، نشوفوا فين سنتيم ماشي معوض. هذا هو سنتيم، ومن هنا سنتيم. علاش عملنا هاد السنتيم هذا؟ باش ما تجيناش شي جوهره خارجه على اخرى. هيدا وغنسطرو عادي. اما الا كنتو في الجلابه ديالكم او في القفطان ديالكم، فمن الاحسن يعني تسطرو قبل ما تعملو في المرمى باش ما يكونش الخط معوج. اما انا التطبيق غنعملو لكم بهذه الطريقه هادي. ها هي هاد التراساج او هاد ستيلو اللي خدمت انا، راه هو ستيلو ديال اللي كيزول بالسخانه، عليها كنتراسي على الخطر ديالي تاش عارفه هي عايزول. اما نتوما فحاولوا تعملوا اما هاد ستيلو هذا او لا تخدموا بالخراج بس تعملوا هاد الخطوط هادو معوطه، او لا الا كنتم متمكنين من راسكم فان بامكانكم تعملوا هي الطريقه كيف ما كنقولوا حنايا، كنحسبوا فقط غير بالعينين ديالنا. ديك الساعه انا نوريكم ملي ساليت هاد الرشمه هادي كيفاش غنزولها بطريقه مبسطه. كيف ما شفتوا يعني كنخدم انا بطريقه سهله، ماشي بحال ملي كنكون ما عملاش الخط كنبقى نقيس ونشوف واش التراساج ماشي اللي معوطه ولا لا. اما دابا خدامه عاديه. ها هي غنجي لهنا غنشوف المسافه ما بين هنايا وهنايا مثلا، عندي من هنا سنتيم، ها هو من هنا لهنا سنتيم، يعني خصني من لهنا لهنا سنتيم. ها هو غنجي لهنا. الخيط دائما خصو يكون بنفس اللون ديال الجوهر باش ما يبقاش يبان لنا مكركب. ها هي غنجي لهنا، وجوها المهرس ملي نخدمو به نحرصو نبقا نشوفو في الطاوله ديالو، لان الباكيه ما كيجيوش كاملين مقادين، راه كيجيو شي صغير شي كبير. ونحاولو حنايا ملي نكونو كنخدمو نحاولو نخدمو غير بالطول اللي خدامين به، الا كانت طويله بزاف اولا قصيره نزولوها ما نخدموش بها باش الشكل ديالنا يجي متقون.
انا وريت الموديل باش ما نكذبش على البنات ونقول لهم لا هذا من تصميمي او لا من اختراعي. هو واحد الانسان او لا انسانة تعبت باش خرجت هذه الرشمة هذه، ونجي انا بكل سهولة نقول انا اللي اخترعتها. لا، انا يعجبني اي حاجة ديالي نقول انا اللي عملتها، والحاجة واحد اخر نقول بالعكس هو اللي عملها. هاد الهضره هادي بالعكس ما كطيحش من قيمتي، بالعكس الا هدرت انا على واحد اخر فهيدا كنشجعوا بعضياتنا، وان شاء الله كاملين بينا نكونوا من الاحسن. بغيت نقولكم ملي كنسالي هاد الكادر هذا كنخرج انا واحد نص سنتيم وكنعمل واحد اخر، يعني في حاله. علاش انا كنقول هاد الهضره هادي؟ لان مؤخرا بديت كنشوف قنوات كبارين كيدي بصراحه الاعمال ديال القنوات صغارين، وكتقول من اختراعي او من تصميمي صراحه. وانا كنكون شفتها عندك القناه الصغيره كتجيني صراحه في شكل علاش بنادم كيدي جهد واحد اخر وكينسبو ليلو. بالعكس انا الحاجه اللي عملتها من تصميمي نقولها، والحاجه اللي عجبتني وعلى شي قناه اخرى وبغيت نشاركها في القناه ديالي، بالعكس كتجيني فرحه باش نقولها. واخا ما كنكونش عارفه الاسم ديال ديك القناه او نسيت الاسم ديال القناه، نقول بانني سبقني شفتها في هاد الشي قناه وبغيت نشاركها معاكم هكذا. ونعمل دابا عملت هادي بحال هادي، ونعمل هادي بحال هادي. بعد ما عملت هاد الاطار هذا غنجي لهنا لهنا غنشبر انا هاد السيبورة هادي الصغيرة. ونبدأ بقياس آخر. كنظن فهمتوا الدرس. نكملكم غير هذا النموذج، هذا الطريف هذا، وهذا هو النموذج كامل. شنو هما؟ كتبقى تعودوا هاد الكروات هادو. دابا غنجيو لهنا كيفاش عملت هاد الحجيرات هادو. اخترت هاد السومو هذا للون ديال الجلابه هذا، وعنجي لهنا هنايا ما نعملش في الوسط شي حاجه، غنعمل في الجنب، في الجنب ده هنايا غنعمل سيبورات. نعلي باش تشوفوا نتوما. هكذا طريقه كنظن مبسطه بزاف باش يفهموا الاخوات. بالنسبه للمبتدئات يعني يقدروا هاد النموذج هذا يطبقوه في الجلابات ديالهم، خصوصا البنات اللي طلبوني بزاف عملنا شي نماذج خفيفه. هاد النموذج هذا يمكن تعملوا اما هاد الخط هذا واحد في الصدر في جهة واحدة، او يمكن تعملوا ثلاثة ديال الخطوط، واحد الخط الاولاني في الوسط كيجي طويل، وواحد من لهنا كيجي قصير، وواحد اما كيجيو هكذا واحد طويل واحد متوسط واحد قصير، او لا كيجي واحد طويل وجوج صغارين.
ولكن الناس اللي كيبغيو حاجة خفيفة بزاف فيعجبهم يعملوا هير واحد. كنتمنى الطريقة تكون مبسطة لأن كنحاول ما أمكن نبسط لكم باش تفهموا كاملين. عملت كيف ما شفتوا الصومو، وهذا على عمل الموف اللي هو ديغرادي ديال هاد الجوهر هذا. هنايا غيكون غير وحده، هنايا كيف ما شفتوا 3 سيبورات، وهنايا غيكون وحده، وهنايا غيكونوا 3 باش كيجيو مفرقين. وهنايا غنعمل اللون اللي عملت هنايا في الصومو. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم لان باغيه في هذا الفيديو هذا نشرح لكم مزيان هاد الطريقه هذه باش تستافدوا ان شاء الله. وهذا هو النموذج، كنتمنى يعجبكم. انا نوريكم الطريقه التصويره، عفوا التصويره ديالو، فهي هذه التصويره. نزول الفلاش، هذه هي هذه، وهذه هي هذه، وهذه هي هذه، ودابا هذه عتجي هنايا كيف ما شفتوا في هذا القفطان. هذا عاملين 3 كيف ما قلت لكم، وحده طويله، وحده متوسطه، وحده صغيره. فكيبقى لكم الاختيار نتوما شنو بغيتوا تعملوا. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وان شاء الله نعمل لكم الرابط ديال هذا النموذج هذا في صندوق الوصف التالي الا بغيتوا تستافدوا منه. وان شاء الله نشوفكم فيديو اللي ماجي، وقولوا لي الحاجات اللي كتبغيو نتوما باش ان شاء الله نعمل لكم في الفيديوهات القادمه.